استدعيتي من طرف الولايه ديال الامن في بالك في علاقه باخ نور شنو الرد ديالك؟ دخلنوش بغيت تواجه معايا انا مستعد، انا موجود. الحزب المغربي الحر ما كانش كيخرف، ما دار التقارير ديالو الا على اساس حجاج لا نقاش ضامغه، وعندنا حتى واحد ما كينكر بانه فعلا خلصتو 60 مليون ديال الدولار في نيويورك. هادي ما حتى بيتو كيعترف بها، ولكن هو كيقول لك بان عبد الاله بن كيران هو اللي سنى الامر، ماشي هو كوزير الماليه. اولا انت مغربي ما كانش كيعرف بان خنوش كان وزير الماليه، حتى قلنا لهم حنا في الحزب المغربي الحر راه لمده شهر و10 ايام كان وزير الماليه. ثانيا انه فعلا صيفطوا 60 مليون ديال الدولار نيويورك في قضيه ديال واحد التامين باقي ما عرفناش علاش. ثالثا ثبت انه هذاك الصندوق ديال التوازنات ما كانش كيراقب حتى شي حاجه. ثبت ان الديوانه ما كترقبش الدخول ديال البواخر ديال النفط في المغرب. ثبت بانه مستوى ديال الاستهلاك غير معروف في المغرب. ثبت انه الصندوق والاداره المغربيه ما كانش كتراقب الاثمنه العالميه باش تعرف كيفاش دير المقاصه لا كومبونساسيون ما بين الثمن ديال السوق والثمن ديال المحروقات في لي بوم ديسونس. هاتي تثبت، ماشي حنا جبنا طيحنا، ولكن الدوله اللي ما كتعرفش شحال من بواخر ديال البترول كتدخل ليها، شنو الثمن باش تشرى تك النفط، شنو كان الثمن ديال السوق، ارخص ثمن في السوق في كل شري من المشتريات، اللي ما كتعرفش شنو تلك القيمه ديال النفط اللي تشرى، دخل او ما دخلتش للمغرب، لان ما كيعرفوش شنو الاستهلاك ديال المغرب باش يعرفوا كم هي الحاجيات ديالها. ملايير خدامين ديال الدولار كيدوزو، طبعا شويش معيقه.